كان عرض الألعاب النارية التقليدي الذي يضيء سماء نيس احتفالاً بالعيد الوطني الفرنسي قد انتهى للتو، وكانت الساعة 11 مساءً تقريباً عندما انقضت شاحنة بيضاء بسرعة بين الأعداد الغفيرة المتجمعة على كورنيش برومناد دي زونغلي. دهست الشاحنة كل من كان في طريقها على مسافة كيلومترين، وبعد تبادل إطلاق النار مع الشرطة توقفت المركبة أمام قصر البحر المتوسط وقد قتل السائق. حصد الأخير عشرات الأرواح في طريقه من بينهم أطفال، وقد تم التعرف على سائق الشاحنة وهو التونسي محمد حويش بهلال الذي يبلغ 31 عاماً والمقيم في نيس. وبهلال كان معروفاً لدى الشرطة في قضايا الحق العام ولا سيما أعمال العنف، ولكن لا علم بأنه من معتنقي الفكر المتطرف، وكان قد استأجر الشاحنة قبل 3 أيام من الاعتداء في المنطقة عينها. حال الطوارئ التي أعلنت بعد اعتداءات باريس في 13 نوفمبر ستمدد مجدداً ل3 أشهر.